العراق في دقيقة، أهلا بكم. أعلنت مفوضية الانتخابات انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أنها تستمر لمدة 45 يوما. أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان أن قانون النفط والغاز ما زال لدى اللجنة الحكومية المشكلة للنظر به، حيث قدمت المحافظات آراءها ومقترحاتها حوله وما يجب أن يتم تضمينه في القانون. تسلم مجلس القضاء الأعلى تقرير الفريق الدولي بشأن جرائم داعش في العراق، مبيناً إن التقرير سوف يعتمد ضمن الأدلة والجاري التحقيق بشأنها من قبل القضاء العراقي. اعتقلت وكالة الاستخبارات عصابة مكونة من رجل وامرأتين، مشيرة إلى أن المتهمين اعترفوا صراحة بتبني الفتاة وعرضها للبيع من أجل زجها في قضايا مخلة بالآداب. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.